هناخد مع بعض دلوقتي بعض تركيبات للحروف وهنقارن ما بينها ما بين خط النسخ وخط الركعان. لو كتبنا مع بعض كلمة جنة، كلمة جنة في النسخ ماشية كلها على السطر، قلنا السنة بتاعتنا هزة صغيرة محدش يعمل السنان. لو شفناها في خط الركعة هنلاقي الجيم بتيجي من تحت كأني بعمل صاد، الخط مائل، وبعديها السنة من فوق لتحت، وبعد كده الهاء مقفولة مفهاش العرف اللي هنا. ادي كلمة جنة. لو كتبنا مع بعض كلمة يحب هناخدها بالنسخ، ادي الياء والحاء بتاعتنا بتسند على السنة بتاعت الياء، وادي الباء، حرف الحاء قريب من السطر ما يتعملش كبير. لو عملناها بخط الرقعة لازم تتعامل بالطريقة دي، ادي الياء وادي الحاء وادي الباء. كلمة يحب ممكن تتعامل في النسخ الياء بالطريقة دي، وقلنا لو الطريقة دي صعبة خلاص يبقى خلينا في الطريقة الأولانية، ادي كلمة يحب. اما في خط الرقعة لازم تتعامل بالطريقة دي، مفيش طريقة تانية. تاني كده الجزء ده عبارة عن ايه؟ لو احنا فسرناه هتلاقي الياه الياه ح بالظبط كأني بعمل حرف الياه البطة في خط الرقعة، كأني بعمل الياه، كأني بعمل الياه، بس بسيب الجزء ده وبعمل السنة بتاعت الب، يبقى دي كده ظهرت كلمة يحب. يبقى باخدها من الياه وبعد كده بعمل الحاء كأنها دال وبعمل الب، ادي كلمة يحب. جربها مرة واثنين وارجع لي تاني مع كلمة جديدة. هناخد دلوقتي مع بعض كلمة جديدة، كلمة سجدة. كلمة سجدة لو خدناها في خط النسخ، ادي كلمة سجدة، حرف السين وادي السنة، بنركب عليها الجيم وبعد كده نطلع بالدال. في شكل تاني لكلمة سجدة، ادي السطر بنقل عن السطر بشوية، ادي السين سنة والتانية والتالتة، اتفقنا بنعملها حاجة اسمها انطرة ونعمل الجيم. يبقى انا في عندي السنة دي اسمها انطرة وبنعمل الدال، ادي كلمة سجدة. لما بتتحول الى خط الرقعة بنعملها بالطريقة دي. عندي طريقتين، ممكن اعمل السين كده وبعديها الجيم وبعديها حرف الدال، ادي كلمة سجدة. او بنعملها مسننة، ادي سنة وادي التانية والتالتة بتتعمل الانطرة وبعد كده الجيم دال. مرة تانية كده، ادي السين سنة والتانية وكلهم على خط واحد، سنة والتانية والتالتة انطرة وبعد كده بعمل الجيم، الجيم كأنها دال بالظبط، وبعد كده بنقفل بالدال. ياريت لما نعملها نخلي بالنا من ان هما بيبقوا سنتين بس مش ثلاث سنات وبعد كده انطرة. يبقى حرف السين لما تيجي نعمله هيبقى سنة والتانية التالتة هي الانطرة. واسيبكم تراجعوها وهقابلكم تاني مع كلمة جديدة. هنكتب مع بعض دلوقتي كلمة جديدة، كلمة يسرة. هنكتبها برضو بالنسخ، ادي الياء وبعد كده السين اتفقنا عليها، ممكن اعمل الكشيدة وبعد كده الراء خطوتين. يبقى انا هنا استخدمت الكشيدة عشان افرد الكلمة واخليها كويسة. لو حبينا نعملها مع خط الرقعة، خط الرقعة هنكتب يسرة بالطريقة دي، ادي الياء وادي السين وادي الر. السين في خط الرقعة ممكن تبقى مسننة او غير مسننة، دي من غير سنان كلمة يسرة.
لو احنا عملنا كلمة يرى يرى يهره يهره ادي اليهره. طب هل ينفع نعمل كشيدة مع اليهره؟ يعني اعمل يه واعمل كشيدة وره واقول دي كلمة يرى؟ لا، يبقى الكشيدة مش ما تنفعش معايا في خط الرقعة. الكشيدة ما تنفعش معايا خالص في خط الرقعة. الكشيدة تمشي في خط النسخ، اما في خط الرقعة ما نقدرش نستخدم اي كشيدة، لان لو استخدمنا الكشيدة هتتحسب علينا بحرف. يعني مثلا ممكن نكتب كلمة ح نون، ح نون، ادي الح وادي النون. طب لو حبيت اعمل كشيدة مع الح نون، لو عملت ح وعملت كشيدة وعملت نون، دي ما بقتش ح نون، دي بقت ح سين نون، بقت كلمة حسن. يبقى الكشيدة ما ينفعش نستخدمها مع خط الرقعة. قلنا هنكتب كلمة يسرى بطريقة تانية، ادي اليه ونيجي للسين هنعمل سنة والتانية والتالتة هنطلع بيها انطرة لفوق ونعمل الره. يبقى السنة التالتة بستخدمها بالانطرة، ما ينفعش نعملها من غير الانطرة. ادي كلمة يسرى. اسيبكم ونرجع لكلمة جديدة. عايز اراجع معاك حاجة مهمة جدا وانت بتكتب، تخلي بالك ان الكلمة كلها تبقى من نوع خط واحد، لان بشوف طلبة كتير قوي بيكتبوا الكلمة حتة منها نسخ وحتة منها رقعة. يعني ممكن يكتب كلمة مدرسة بالطريقة دي، طبعا فيها غلط. ايه هو الغلط؟ انا كتبت الجزء ده بالنسخ والجزء ده بالرقعة، ده نسخ وده رقعة، ودي مشكلة بيقع فيها ناس كتير. يبقى الكلمة الواحدة كلها على بعضها يا اما نسخ يا اما رقعة، لكن يكتب منها جزء نسخ وجزء رقعة، او ممكن يكتب كلها نسخ ويكتب جواها حرف رقعة، كده يبقى ضيع منه الكلمة بحالها. فما ينفعش يتكتب بالطريقة دي. عايز تكتب كلمة مدرسة صح، لو انت نويت تكتبها نسخ، ادي كلمة مدرسة، ولو انت عايز تكتبها رقعة لازم تجيب الميم كده وادي الدال وادي الره وادي السين والتاء المربوطة. يبقى الكلمة كلها نسخ او الكلمة كلها رقعة. بعد ما خلصنا عايز اكتب معاك جملة كلها على بعضها، مرة هنكتبها بخط النسخ ومرة هنكتبها بخط الرقعة. هنشتغل مع بعض دلوقتي جملة، مرة هنكتبها بخط النسخ ومرة هنكتبها بخط الرقعة، بالظبط زي الامتحان اللي بيجي لنا. الخط اللي انا كاتب بيه ده خط حر، ما هوش لا نسخ ولا خط رقعة. تعالوا كده مع بعض، مرة نكتبه بالنسخ ومرة نكتبه بالرقعة. نبدأ مع بعض ونكتب بنقط النسخ. إذا أردت وبناخد مسافة مناسبة بين كل كلمة والتانية، أن وياريت حروف الكلمة الواحدة ما يبقاش في بينها مسافات كبيرة، يعني تاخد مسافة ما بين الكلمة والكلمة، أما حروف الكلمة الواحدة المسافات اللي بينها ما تبقاش كبيرة عشان ما تتفرقش وحد يفتكر إنها أكتر من كلمة، لا، عشان يعرف إن هي كلمة واحدة. إذا أردت أن تدخل الخاء ممكن أعملها بالكشيدة، الجنة فعليك، ادي الفاء تنساش الرقبة بتاعتها، والعين مطموسة برضو في حرف في النسخ، اللام السنة هزة صغيرة وحرف الكاف، فعليك ببر الباء الاولانية على السطر والباء التانية بنعلى بيها عن السطر، ببر الوالدين، ال و لدين، وادي الياء برضو بتعلى عن السطر، اليه نون بتعلى عن السطر، محدش يعملها ماشية مع السطر.
هنكتبها بخط الرقعة وهنشوف الفرق بين الاثنين. وزي ما اتفقنا خط الرقعة بيبقى خط مائل بيتكتب بميل. فلو حبينا نكتب كلمة إذا، آدي إذا، يبقى عندنا بتتعمل ميلة. أردت، آدي الألف، الراء بتبقى ميلة. ناخد بعد كده الدال والت، هنلاقي كل واحدة فيهم ليها الميل بتاعها. بعد كده أن، النقطة مش بنسيبها، النقطة تطلع مع الشرط على طول، داخلة جوه النون. تدخل، آدي الت، وادي شرطة الدال، يبقى كلها على نفس الميل. الخاء لام تاخد ميل جديد لوحدها، خاء لام تدخل، يبقى دي ليها الميل بتاعها وده ليها الميل بتاعها. محدش يكتبها كده ويقول الاثنين ميل واحد، لا، الدال ت ليها الميل بتاعها والخاء لام ليها الميل بتاعها، كل واحدة ليها الميل بتاعها. كلمة تدخل، الجنة، ادي الالف، اللام بطلع بيها اعلى فوق عشان اخد تحتيها الجيم والخط المائل، بعدها السنة وناخد الهاء، يبقى كلها فيها الميل بتاعها. فعليك، ادي الفاء مطموسة والعين برضو مطموسة، وصلت لغاية السطر مع اللام، كل ده ليها الميل بتاعها. طب بقيت الكلمة اطلع لفوق شوية واجيب الياء وبعدين الكاف، يبقى انا كده عملت ميل جديد وصلت فيه لنهاية السطر، بعدها اطلع بالكاف وبرضو دي ليها ميل جديد. فكلمة فعليك دي ميلها الوحيدة، والجزء ده ليه الميل بتاعه لوحده، وبعدين الكاف ليها الميل لوحده، يبقى انا عندي ثلاثة بميل فيهم. فعليك، ببر، الباقي الاولانية، الباقي التانية بطلع بيها وانزل السلم بتاعي. ببر الوالدين، ال و ده ليها الميل بتاعها، والالف واللام والدال ليها الميل بتاعها، واليه والنون. كده والحمد لله قدرنا نخلص مع بعض خط النسخ وخط الرقعة. يا ريت لو الحلقات بتاعتنا تكون عجبتكم قولوا لي تعليقاتكم، ولو محتاجين مني اي حاجة تاني يا ريت تعرفوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.